عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين هي العائلة المثالية؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من عائلات بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب 500 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 427,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. منافسة ما بين 32 عيلة مصرية خلال شهر رمضان الكريم في الثقافة والعلم، والهدف هو الحصول على كأس العباقرة للموسم الثالث للعائلات. أول عيلة مشرفانا في الاستوديو من حدائق القبة محافظة القاهرة، رحب كلنا بعيلة السيسي. جايين النهاردة إن شاء الله كده متحمسين ومنظمين نفسنا، وربنا يوفقنا إن شاء الله نتأهل الأدوار التانية. أنا عارف المهمة بتبقى صعبة، لكن ربنا يوفقنا إن شاء الله. أولاً هو أنا بحقق حلم ولادي، هم ولادي اللي كانوا متمسكين قوي ونفسهم جداً يطلعوا في العباقرة، فأول ما جت الفرصة أنا شجعتهم وربنا يسهل النهاردة ونتوفق إن شاء الله. طبعاً أنا أختي استعدينا النهاردة، بابا وماما حاطين أمل كله علينا وهم مستعدوش قوي يعني، بس إن شاء الله بإذن الله أنا أختي ندى بنعمل سكور حلو ونبقى جاهزين في ماتش النهاردة. أنا مبسوطة جداً إن أنا اشتركت في برنامج العباقرة، أنا متوترة شوية وقلقانة بس إن شاء الله هنلعب ماتش كويس النهاردة. عائلة السيسي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مين صاحب فكرة الاشتراك؟ الأسد ولادي. ولادك؟ محمد ولادي محمد وبوسينة. بوسينة شاركته إزاي؟ إيه اللي حصل؟ مامتي أنا وأخويا كان نفسنا إن إحنا نقدم جداً في برنامج العباقرة، وكان نفسي ان انا حلم ان انا اجي هنا في برنامج العباقره قبل حضرتك، واتشرفت جدا ان انا قابلت حضرتك. كان نفسك تسمعي اجابه صحيحه. ربنا سهل. محمد اول مره تشارك مع عائلتك، ما حاولتش تشارك مع مدرستك ليه؟ لا هي المدرسه ما شاركتش وما كانش ما اقترحوش عليهم الفكره. الاقتراح هيطلع من عندك، ايه رايك؟ انا حبيت العباقره عليتي باول خطر. هتجرب على العيلة الأول؟ بإذن الله. عايز تخش هندسة؟ بإذن الله. حلمك إيه؟ يعني هي كلية هندسة بس بإذن الله التخصصات لسه مش هو، بس إلكترونيات بإذن الله. إلكترونيكس، تمام. قول يا محمد، البيت كله زملكاوي صح؟ أكبر عن جد. العيلة كلها زملكاوي، محدش فلت من العيلة يعني؟ لا لا خالص. لا هي حاجة غريبة جدا. ليا خال بس برضه أهلاوي، وهي أختي برضه مدرسة طالعة برضه ليه برضه. هما الاثنين دول بس. لكن ابا عن جدا كله زملكاوي. طب يا بوسينة، ايه يا بوسينة، مين اللي اقنعك تبقى زملكاوي يا بوسينة؟ بابا. هو اللي اقنعك؟ مع اننا نعرف الاب بيحب الاحسن لاولاده. ولا ايه يعني؟ مش فاهم. استاذ ياسر ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ. احنا مبسوطين جدا ان انتوا بتشاركوا معانا. الله يخليك يا استاذ، واحنا سعداء ان احنا بنشوف حضرتك يعني بصراحه وبنتقابل معاك. اشكرك. التصفيات كانت سهله يا مدام هبه؟ جدا الحمد لله. التواصل كان سهل يعني. ما كناش مصدقين جدا صراحة. بصراحة وحضرتك انت كلمتني واتصلت بيه قلت لي انت معانا ان شاء الله في الموسم يعني التالي. الحمد لله والاختبارات. انا بيهمني ابلغ العائلات اللي هي اتأهلت ان انا ابلغهم بنفسي علشان اشجعكوا واديكوا شويه حماس كده قبل ما قبل ما تيجوا قدامي على الكرسي. رغم ان احنا زملكاويه. لا ده مالهاش دعوه. تمام. انا مش متعصب. لان الاهلي بيكسب فما عنديش مشكله. ده منتهى. مدام هبه خلاصة الكلام. اه. ايه موضوع خلاصة الكلام؟ دي قناة على اليوتيوب انا عاملاها بقالي كام شهر كده، بداية لتحقيق حلم، مش حلمي انا، حلم والدتي الف رحمة ونور عليها. الله يرحمها. كانت طول عمرها بتشجعني وبتدعمني من وانا في اعدادي وثانوي، انا كنت بكتب قصايد شعر عمي. فالقناة هدفها ان انا بتكلم بتاع 5 7 10 دقايق بالكتير
في موضوع حياتي، يعني موضوع عام، ابني متفوق من غير دروس خصوصية، جوزك على ما تحبيه. حلو قوي على ما تحبيه، متشاور عليك. عجبتني جدا الرياكشن ده، جوزك على ما تحبيه او ما تحبيهوش على حسب الظروف. على ما تحبيه مش على ما تعوديه، مش على ما تعوديه. انا يعني حبيت اعدل في المثل يعني. اوكي، وبقول الموضوع وفي الاخر بقول خلاصه الكلام كده بشعر عامي. ادينا بنعلن على الهوا خلاصه الكلام مع هبه السيسي علشان الناس تسبسكرايب وتشترك وتشوف بتقدم لنا محتوى عامل ازاي. على فكره كانت المدام طالبه عندي في المدرسه. استاذ. ايه الموضوع ده بقى؟ استاذي. دي انا ما كنتش عايزه اقول عشان ما اكبركش، بس ما اكبركش. ما استاذي بقى، انا طالبه وهو استاذ. عيلة السيسي بتمنى لكم كل التوفيق. اما العيلة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو وبتنافس النهارده للوصول لدور ال 16 من المنتزه وحفظ اسكندرية، نرحب كلنا بعيلة رياض. ان شاء الله فقرة تحت الضغط انا اللي هنزل عشان الثبات الانفعالي عندي عالي شوية، وهم كمان عشان صغيرين فخافوا. برنامج العباقرة بالنسبة لنا هو برنامج مفضل لنا جدا، وان شاء الله نقدر نجاوب اكبر عدد من الاسئلة علشان نساهم مع البنك الاهلي في تنمية المشروعات الصغيرة. انا شجعت عيلتي انها اشترك في برنامج العباقرة عشان شايفة ان معلوماتنا كافية انها تأهل الدور كويس. ان شاء الله النهارده نعمل ماتش كويس. انا النهارده اول مره اشارك في برنامج العباقره وجاي اخد خبره عشان اقدر اشارك مع مدرستي في عباقره المدارس. عيلة رياض الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. من المنتزه ان شاء الله. يا اجمل المنتزه، ربنا يخليك بجد. المنتزه مكان جميل بديع، ربنا يخليك تنورنا ان شاء الله. انا رحت منتزه كتير، يعني المنتزه دي احنا تربينا فيه، صيف يعني منتزه كلنا كده. مريم ازيك يا مريم؟ الحمد لله تمام. احساسك ايه؟ مبسوطه جدا، كان من زمان نفسنا نشارك بس يعني الفرصه ما جاتش، فبقينا بنشارك النهارده فانا مبسوطه قوي. اعلام اذاعه وتلفزيون يعني اهو قدامك بالظبط، صح؟ ده حلمك. ايه رايك في اللي انت شايفاه؟ ايه رايك في الاستوديو؟ عايز اكون بشتغل هنا. عايز اجي هنا كل يوم. اقول لك على حاجه، احنا ما عندناش اي مانع ان انت تتدربي حتى في سنك الصغير ده، لو هو ده شغفك فعلا وحبك ونفسك تبقي هنا كل يوم ما عندناش اي مشكله. ربنا يخليك. بالعكس، احنا كان معانا ولاد وبنات في سنك بيشتغلوا معانا. انا بتكلم بجد، بيشتغلوا بجد. مش معنى ان هم عندهم 15 سنه او 16 سنه ان هم ما ياخدوش الفرصه ويتعلموا، لا بيتعلموا وفرقت معاهم في حياتهم. اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد، مين صاحب الفكره؟ هو احنا دي تالت مره نقدم او تاني مره نقدم، اول مره كنت انا وتاني مره اللي هي المره دي، بس ما قدرناش نكمل مع ان حضراتكم كلمتونا عشان كان رضوى كانت في عندها امتحانات اعداديه فما جيناش. المره دي بقى رضوى، قلنا المره دي مش هنفوتها بقى. حاولت وهي حاولت كمان مع المدرسه وفعلا بداوا يستعدوا بس ما قدروش ان هم يشاركوا. جميل جدا. ايه موضوع بقى المطاعم والاكل والنقد في الاكل؟ يعني في قصه كبيره. الموضوع ده بقى ايه، عامل لنا مشاكل كتير. ايه بقى؟ هقول لحضرتك، انا اولا مدير كافيه وريستوران مانجر، فدي شغلتي. تمام. سياحه وفنادق فدي مهنتي. فانا بقى بيبان معايا الملح بالجرام والفلفل بالجرام، وليه ما حطيتش وليه حطيت خل وليه زودت، فدي ماساه بقى. لاني طبعا المدام بتطبخ بالفطره، هي بتطبخ كويس جدا بس بالفطره، زي ما والدتها علمتها وزي ما والدتي علمتها، فبتطبخ بالفطره. انا تيست عندي عالي، فده بيوقعنا بقى في مشاكل كتير قوي. بس خلاص بقى، يعني تغاضينا عن الموضوع ده دلوقتي. مين اللي استسلم في الاخر؟ لا انا استسلمت. انا ما فيش، يا اما هاكل في المطعم. ما فيش مشكله يعني، ملح زياده ملح قليل مش هتفرق. هاكل بره، يا اما كل اكله بقى هتبقى عليها مشكله، فهتبقى فيها مشكله. فخلاص بقى. لا دي مشاكل عائليه كبيره. ما احنا ده الموضوع كبير جدا. بس على الاقل اتفقتوا كلكم على حاجه واحده. اخيرا الاهلي. الاهلي اساسي. يا نهار. لا الاهلي ده شيء اساسي. واضح النهارده عندنا مباراه صعبه. لا بص حضرتك بقى، احنا ممكن نتنازل عن بس الزمالك متصدر القمه دلوقتي. انهي قمه؟ الزمالك قمه الدوري. قمه الدوري. ما بلاش الحماس ده والنبي. احنا كمان لينا طقوس كتير في ماتشات الاهلي. يعني احنا انا سمعت كده، ايه موضوع التيشيرتات؟ بتتفرجوا على الماتش وانتوا لابسين تيشيرتات الاهلي؟ لازم كلنا نلبس تيشيرت الاهلي ولازم العلم، وما بناكلش غير بعد الماتش. ولا ما بناكلش غير بعد الماتش ويكسب.
مش بعد الماتش بس. لا واضح ان انتوا واخدين الموضوع بجد قوي. وبننزل بعد الماتش لو ماتش طبعا مهم من نهائي افريقيا ثالث العالم ماتش مهم بننزل بقى بحكم ان احنا عند المنتزه ننزل بقى ناخد الكورنيش كله بالعربيه كلاكسات بقى لا الموضوع كبير الموضوع بالنسبه لنا الاهلي كبير. طب اسالك سؤال. اتفضل. لو الاهلي بيلعب الاتحاد تمام تعمل ايه؟ الاتحاد انا اهلاوي بالفطره الاتحاد ده موطني بس انا اهلاوي بالفطره وانا هشجع الاهلي مش هشجع الاتحاد انا هشجع الاهلي انا مشجعش حد في الدنيا كلها غير الاهلي. سيد البلد زعيم الصغر يعني سيد البلد اه فعلا. لا انا ما بشجعش غير بس في رضوى هتقول حاجه انا عايز اسمع رضوى هتقول ايه يا رضوى؟ مغصوب اني اشجع في الباسكت بول الاهلي وانا بحب الاتحاد اكتر غصبني على الاهلي. هي عشان بتلعب باسكت فهي بتحب الاتحاد اكتر في الباسكت. بحب الاتحاد. لا شجعي الاتحاد. هشجع مع ان انا اهلاوي بس شجعي الاتحاد. ايوه في الباسكت. لا الاتحاد في الاهلي طبعا يعني طالما هي عايزه تشجع حاجه ما ينفعش نخليها تغير. طبعا بتحب الاتحاد يبقى لازم تشجع. لا بس هما بيشجعوش الاهلي قهر اكيد طبعا. لا اكيد رغبه بس واضح ان ماتش النهارده هيبقى ماتش صعب ان شاء الله. ده انا حاسس ان انا هذيع مباراه النهارده مش هقدم حلقه لكن في روح رياضيه ان شاء الله. طبعا اكيد في روح رياضيه طبعا. احنا في الاخر احنا مفروض نستمتع بالرياضه طبعا. ولا الاهلي عمره هيكسب على طول ولا الزمالك عمره هيتغلب على طول. تمام صح ولا غلط؟ كل ده طالع في الحلقة؟ طبعا كلها طالعة. نحيي كلنا عيلة رياض. الموسم الثالث لعبقرة العائلات ست فقرات العلم المعرفة الفنون تحت الضغط ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو أحلم الشرف مفيش هي جملة شهيرة لفنان راحل فمن هو؟ توفيق الدين. توفيق الدين طبعاً إجابة صحيحة. كانت في فيلم إيه؟ طاقية الإخفاء. لا غلط. في فيلم أحبك يا حسن. أستاذ محمد هتختار مين اللي بتدي الأول؟ أستاذ عائلة السيسي هتبتدي الأول. وأول فقرة يا فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عيلة السيسي عندكم سؤال في الجغرافيا. في جوكر؟ لا ما في جوكر. الجوكر إمتى يا أبو سينا؟ حسب. على حسب. ممكن العلوم. احتمال في العلوم. اتفقنا. جغرافيا والسؤال: في أي دولة آسيوية تقع بحيرة تاي؟ بحيرة تاي مساحتها 2425 كيلومتر مربع. بحيرة على شكل هلال. ثالث أكبر بحيرة للمياه العذبة في الدولة دي. إجابتك. إندونيسيا. إجابة مين يا محمد؟ إجابتي. مسؤول عنها. إندونيسيا. إجابة خاطئة. مش إندونيسيا. مين اللي هيجاوب؟ مريم. الصين. الصين. إجابة مين؟ إجابتنا كلنا اتفقنا عليه. انتوا الأربعة متفقين؟ غريبة جدا. الصين. إيش معنى الصين؟ هي مريم شاطرة في الجغرافيا. هي عارفة شوية بالجغرافيا فهي شاطرة في الجغرافيا والتاريخ. فعلا؟ مريم. الصين. أول عشر نقط. إجابة صحيحة. عشر عائلة رياض خطفتوا أول عشر نقط من عائلة السيسي. وعائلة رياض عندكم سؤال في جغرافيا. هناخد جوكر ولا إيه؟ لا الله ليه؟ على حسب الحلقة كده وهي بس يعني قريب واحدة واحدة قريب. جغرافيا والسؤال هو تقع جزيرة سهيل بإحدى الدول العربية فما هي؟ مين اللي هجاوب؟ استاذ محمد. في مصر في اسوان. انت رحتها ولا ايه؟ لا ما رحتهاش بس اعرف غرب سهيل يعني معروف يعني مكان معروف. مشهوره بالنقوش الاثريه في غرب اسوان ولا جنوب اسوان؟ لا مش عارف بالظبط بس انا عارف انها في اسوان فانا مش عارف بالظبط. في جنوب مدينه اسوان. اجابه صحيحه. مصر هي الإجابة الصحيحة وبكده النتيجة 20
عيلة رياض وعيلة السيسي لسه ما فيش نقط، ولكن عندنا سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: كان أمبرتو الثاني آخر ملك بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ حكم حوالي 34 يوم من 9 مايو ل 12 يونيو سنة 1946. إسبانيا؟ إسبانيا إجابة خاطئة. إجابتك؟ هو تخمين، مش أكيد يعني. الدنمارك؟ الدنمارك؟ لو الدنمارك كنا قلنا اسكندنافية. مظبوط. الدنمارك طبعاً إجابة خاطئة. 50-50، يا زائد 10 يا ناقص 5، يا تقولوا مش عايزين نجاوب. مش دلوقتي. لا مش دلوقتي. الإجابة الصحيحة إيطاليا. لا كنت شاكك فيها. ماي كينج. دلوقتي السؤال الثاني في التاريخ لعائلة رياض. تاريخ، والسؤال هو: في أي دولة عربية قامت الثورة الكبرى عام 1936؟ استمرت لحد 1939، وقفت بسبب الحرب العالمية الثانية، وكانت ضد الإدارة البريطانية في الثانية العشرين. إجابتك؟ أعتقد ليبيا. ليبيا إجابة خاطئة. محمد إجابتك؟ فلسطين. فلسطين؟ اشمعنى فلسطين؟ أنا فاكر ساعة معاهدة 36 في الوقت ده كان فلسطين. فاكر بسبب هجرة اليهود واعتراضهم الاحتلال الصهيوني على شراء الأراضي. محمد 10 نقط، برافو عليك. إجابة صحيحة. فلسطين هي الإجابة الصحيحة. أول 10 نقط لعيلة السيسي. عيلة السيسي عندكم سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو: من هو الشاعر العباسي القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. خمس ثواني. شاعر عباسي يا محمد. المتنبي. أبو الطيب المتنبي. محمد اتعادلتوا. إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد. أبو الطيب المتنبي هي الإجابة الصحيحة، وكان النتيجة تعادل 20-20. سؤال في الأدب لعيلة رياض. جوكر؟ جوكر. أدب، والسؤال هو: كاتب مصري مؤلف رواية فردقان اعتقال الشيخ الرئيس، فمن هو؟ ده قال لكم عن إذنكم محدش يتكلم. ده أحد الكتاب المفضلين ليا، ولسه مقابله في معرض الكتاب، فالدكتور يوسف زيدان. صدرت في 2018. 20 نقطة، برافو عليك. إجابة صحيحة. يوسف زيدان الإجابة الصحيحة، وكان النتيجة 40 عيلة رياض و20 عيلة السيسي. آخر سؤالين في الفقرة. أول سؤال في العلوم عيلة السيسي. جوكر؟ لا. علوم، والسؤال هو: ميرميسيا بيلوسولا هو الاسم العلمي لأحد أنواع الحشرات، فما هي؟ ميرميسيا بيلوسولا. محمد إجابتك؟ ذبابة الفاكهة. إجابة خاطئة. في إجابة؟ في إن شاء الله. تخمين. خنفساء. الخنفساء بعشر نقط. إجابة خاطئة.
50-50، ما عندكوش حاجه تخسروها. ناخدها بقى. لا ناخد. دوس على البازر. يا زائد 10 يا ناقص 5 يا تقولوا مش عايزين نجاوب. النمل النحل. الإجابة الصحيحة النمل. هارد لك. آخر سؤال في الفقرة في العلوم لعيلة رياض. يا رب. خدتوا الجوكر؟ تمام. مفيش جوكر تاني. لا. ولكن في 50-50. هنشوف. علوم والسؤال هو. من هو العالم العربي مؤلف مخطوطة تكوين العالم؟ كتبها في القرن الخامس الهجري. نظريات مهمة في علم الفلك وحركة الكواكب. الإدريسي. الإدريسي إجابة خاطئة. مش الإدريسي. مسينة فرصة تاخدي 10 نقط. حسن بن الهيثم. حسن ابن الهيثم. بتسأليني مش بتجاوبي. لا من عندها بصراحة. لا مش متأكدة. مسينة حسن ابن الهيثم إجابة صحيحة. برافو عليك يا ابو سيد. حسن ابن الهيثم الاجابه الصحيحه. وبكده النتيجه 30 عيله السيسي 40 عيله رياض. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره المعرفه والعباقره. يبقى عائلات مصر جمعت 70 نقطه في فقره العلم، وكل نقطه ب 500 جنيه بما يساوي 35000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر.